السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس حسب آخر تحديثات النماذج العالمية. إذا فيما يخص متابعينا الأعزاء، حالة الطقس اليوم الاثنين 16 يناير بحول الله وقوته، فمن المتوقع أن تعرف المنطقة أجواء صافية نسبيا مع هبوب رياح شمالية على مستوى السواحل الشمالية للمملكة، والتي قد تكون مصحوبة بهبوب رياح وكذلك تشكل غيوم على مستوى سواحل الرباط والجريدة، والتي قد تكون مصحوبة بنزول قطرات مطرية ضعيفة. وخلال فترة المسائية بحول الله من نفس اليوم، من المتوقع أن تستمر الأجواء في الاستقرار كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج، مع هبوب رياح شمالية قوية على مستوى السواحل الوسطى وكذلك السواحل الأقاليمية الجنوبية. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء، حالة الطقس اليوم الاثنين. بالنسبة كذلك اليومية الثلاثاء القادمة بحول الله، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء في استقرار على مستوى الفترة الصباحية من يوم الثلاثاء على مستوى المناطق الجنوبية لما أملك وكذلك على مستوى المناطق الوسطى، ومن المتوقع كذلك أن تعرف المناطق الشمالية الغربية للمملكة نزول زخات مطرية على مستوى طنجة وكذلك العرائش أصيلة تطوان وببرد كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء. وخلال فترة بعد الزوال بحول الله من نفسه اليوم الثلاثاء بحول الله، من المتوقع أن تستمر هذه التساقطات المطرية لتبلغ كل منشف شاون وزان تابودا ساكن غنود وكذلك كامنة مع هبوب رياح غربية قوية على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية للمملكة. ومن المتوقع أن تصل هذه الزخات المطرية التي ستكون ضعيفة نسبيا إلى سواحل الرباط وكذلك سيدي علالة التنزي، مع استمرار استقرار الأجواء بباقي المناطق الشمالية للمغرب وكذلك المناطق الوسطى للمملكة. هذا فيما يخص متابعينا الأعزاء، حالة الطقس اليومي الاثنين اليوم الثلاثاء عفوا بحول الله. بالنسبة كذلك للطقس الأربعاء، من المتوقع أن تعرف المناطق الشمالية نزول زخات مطرية مهمة على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية الغربية على مستوى الجديدة دار البيضاء بن سليمان بن رشيد وكذلك الرباط والخميسات ومكناس سيدي سليمان وكذلك قرية أبو محمد فاس تهلا تازا وكذلك تونات تابودا وكذلك أغنول وأسكن، إضافة إلى كذلك السواحل المتوسطية الدريوش والناظور وبركان التي ستعرف نزول تساقطات مطرية مهمة خلال الفترة الصباحية من يوم الأربعاء القادم. وخلال فترة بعد الزوال بحول الله من يوم الأربعاء، من المتوقع أن تعرف معظم المناطق الشمالية نزول قطرات أو زخات مطرية ستكون مهمة على مستوى المناطق الشمالية كما يتضح لنا من خلال هذا النموذج، مع تساقط بعض القطرات أو بعض تساقطات الثلجية على مستوى مرتفعات بطاط الحاج وكذلك كيكو سكورة ممتاز وكذلك مدينة إفران. ومن المتوقع كذلك أن تبلغ هذه التساقطات بين بلاد زاوية الشيخ وخنيفرة كذلك واتسم وخريوكا. إذا هدف يخص متابعينا الأعزاء، حالة الطقس الخاصة بهذا اليوم والأيام القادمة، نلتقي في نشرة قادمة بحول الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.